يا ما يا ضاها الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين امتى يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم إليكم قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة زمنيا بحسب عمره عليه الصلاة والسلام. نورت الدنيا. نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في سن 54 من عمره في السنة الثانية للهجرة فرض الصيام والزكاة ووقعت غزوة بدر الكبرى وبني قينقاع. في العام الثاني من الهجرة كان فرض صوم رمضان والزكاة بنوعيها أي زكاة الفطر وزكاة المال، وفيها أيضا نزلت سنية صلاة العيدين على الكيفية المعروفة، ونزل الأمر بالأضحية في عيد الأضحى، وفيها تحولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وفي هذه السنة أيضا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة بنت الصديق ولم يتزوج بكرا غيرها، وقال عليه الصلاة والسلام في شأنها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاري. وحوت علما جما ومناقبها كثيرة جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في يومها ورأسه في حجرها ودفن في بيتها بالمدينة. وفي هذه السنة أيضا كان بناء علي رضي الله عنه على بنت رسول الله فاطمة الزهراء، سميت بذلك لأنها زهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أصغر بناته. وفيها غزوة بدر الكبرى وبني قينقاع. وقد حصل أن عثمان بن عفان بقي في المدينة ولم يخرج مع المسلمين إلى بدر ليمرض زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفيت في هذه السنة، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، ولذلك كان يسمى بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.